وحكينا هلمان كفر بضن أما أنا وحفظون وإذا كان عند أهل العلم ما كل أورورية واسدح سبب عدم التعهد والتكرار شيء إن أظن كورقب أذن تينن فاتش فاتشونن كعل علنن عدم التعهد والتكرار نبي وكيل عليه الصلاة والسلام تعاهدوا بالقرآن فوالذي نفسي لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها والقرآن كورقب وكعل علية ودريرية وكتو كذا محايا إلي هل دبر أما النفر أما الرتيسية الآن القرآن وكفك بدنية مرك عدم التعهد وعدم التكرار ولا إسراعيه ديلك على غدا أفر بين غدان إن هذا شيء كل العلوم ويده وكل نقوم ويده ويكنتا كثرة المشاغل كثرة المشاغل هاو شادا بدن كشان الآن بابا كويس وقت وي جانس ما هي سيد ميلا تكسو قرد الله ذا لبي الطبنك بعد الفجر بعد دقائق مخرب في تهرات صدعي أدون نفط كويس بلق قرمة مراجعين قرمة محفظاتك ديبو فيرين كثرة المشاغل ولا سكير يا هولاس سبب كصدحات عدم العمل بالعلم شيء قاد برطوت رقم ويده هذا اذكار الصح والمسال ما يقلوبه محاكيني اذكار الصح والمسال ما يقلوبه فاتح الله ما يقلوبه عمدين وياسين ما يقلوبه محاكينا التعهد والتكرار بضوي ام بضم بالاخر ريا لقوع العلين ايا اي ويسيد اركان تدل ما يقلوبه محلو يقلوبه محلو يقلوبه لا اياه ها والو رقم ما لانك شنقونا والحقونا والطبنقونا ويسيد الله غيابا وذا اركان تيلا لس اركان تصلاة لما هلمام تير هذا هذي لقوع انا ترقود قفت ولا غيابا لكن تتكوك بلا ضمان كرتا رشدة استاق فاتح هذا الركوع ده اعتدالك سجود طلبات فرق او دحيه ود ودريرين معايا لي لكن ما قوي ينات قفته ولا غيبه وان كوتر سنه لكن هذه الدرير اللي يقول هذا كوبت قبل الله وضمين معاكينيه والعمل بها باكين مركا عدم التعهد وعدم التكرار كثره المشاغل ايوه عدم العلم عفوا عدم العمل بالعلم صدح هذا سبب أصل أه قرآن كنا تلمام أشياء تورث النسيان وحيابك كده حلسية هلمانية إلا وشفر بضن والله بس سبب أسباب النسيان أسباب النسيان وضربان عند الأطباء وأهل العلم طبيعي ومرضي نسيان لبن بدون ويومي طبيعية وبشر كبدي إنما سمي الإنسان إنسان لي لنسيان وأول من نسى أول من نسي وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام مركا كوا طبيعي لصمهيس بشر كونه وحلمامه وحافه وحوران قبته وكرمه انتو دون ما لقى هذا وطبيعة بشر بن آدم متك هذا خطرت لقى عري ومتك مرضي متك حنونك أوي متك حنونك أنا وحاكي أنا أسبابتي علمي قايد و صدح لهم كل شيء أسبابتي علمي قايد وأصدح داس الأسباب تسيحي قايد أما الطبي قايد أنا وحنون مسكحة كدعة حنون دماغة كدعة باشا مسكحة فردي زمايا رجي ايو اجي حنقول لها وحي كتيري باشا سا يرانا يسا داوع باق قاري علاد عافمات باق قرد عايسا دادا هلمان كدام وحسوس تواي كتغط مارك إذا لبدا صبوي سبب علمي والله أبنى عدم التعهد وعدم التكرار كثرة المشاغل عدم العمل بالعلم هي سبب كلام مرض صحي وطبي نقص كي مادة يحنون كي مادة دماغه دماغه مسكحة وكذلك مركا قلينا مرة حكادي أن أفر بأوقيبية مركا يربان هنا يسي علمي وقه الله لصد القبط وعيدا وأفر سبب أسباب مرضي أو كل عذاب دماغ أما مسكحة أو تقانا أسباب كرة غذائية نسيان وحاكيني كرة عنطال عنطو رشيمات عادي ستعون الدوضة يا عبتانات عادي ستعون الدوضة يا وحي كينان هلمان فربضان يلوش فربضان انت ان لقارين با حانونك كود عايي مسكحة اسباب تغذائي اما محيبان لعبي او خطرسان داوعا حفظ يفهمت داوعا مسكحة انا خطرتكو وصنكور تعاد صنكور تعاد اطبادة هاد الجوكتا ايكو هروا سوافق محيبان سكريات كالليلة دو اي معمعان ي حلويات كوا خطروا إسكيل عليه نو والبنين كوا هوشة كف كف جيهايب وكفهم في عيه ما كان لقصوا تقتي خلقي هذا اللورد شيء نينك هولها كف هذا الهلمان كسب بدن ماي وح مدمر كي مسكح رأيه دماغ بابية وصنكرت عادي وح لها الماله كو أرلق كو أبترسل العانة ماله إسكيل عليه هول سال الماء مرك أسباب مرضية ضعف كوي مادة الدماغ أما نقص كوي مادة الدماغ حنون الدماغ كلها هي أسباب غذائية عنطال عنطي أما أدعى ستكي مادة مثال لوائد نسي وذات كنو حبوك الشيء قدونا سبب كصدحات وأسباب نفسية مثل كثرة الهموم والغموم والبهار كبضان همي كبضان حزن كيتيران يدفر بضان وحي كيران هلماني إلا وشي كيران نينك صاحب الهموم كأه والأحزان
والغموم وأقدم به وحاو كف كرها يكون مقيا هاي هايستي ومحاني سمايا وقايو أيام مسكح يسقف السنة وحابك لو يبحها يا محفوظاتك وحطن واتقية مرك همي قبضان أي كتوكتية ودي بكاسو كان صدا أسباب طلبات وأفراد أفراد ومجربات مجربات وحابك لو أقعد بالتجربة وسبب عادية ونهد فهم كرنا نجمع أسباب مرضية تصيب الدماغ أسباب غذائية أسباب نفسية يا أسباب مجربات أفرت أسباب أورورية هذا وحاقها الله وذات كم الجوزية كتاب كيس لورنجا الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ كتابك أخرية باب جنوه الشيء داوين كي وحيابها فماذا كردية وحر ضاعة وحلا سكجي إلى اليوم نختار نواه حافظ فقيه وفيلسوف نواه وذات زاهد عابد متنصق نواه مفسر نواه مؤرخ نظام بيسترامبوها إلا أنه كان مضطرب المعتقد مضطرب المعتقد بوها لما لها